السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة تشتغل اونلاين. النهاردة هنتكلم او هنشرح سوا موقع بتقدر تستخدمه ان انت تعمل الكتب الالكترونية من غير ما يكون عندك اي خلفية عن التصاميم، او يكون عندك اساسا ماتريال، او عندك اي كونتنت محتوى تقدر تعمل منه كتاب الكتروني. الموقع بيديك صلاحية مدى الحياة، حوالي سعره حوالي 27 دولار، يعني حوالي 400 جنيه مثلا. الموقع أنا جربته، في ناس كتير جربته، وهنشوف، هدخلكم على الكنترول بانل، هنشوف الشرح بتاعه عامل ازاي، وكمان هنعرف ازاي ناخد هدايا بقيمة 1000 دولار مجانا، وكمان حقوق الملكية ازاي هنحصل عليها مدى الحياة. تمام، هنشوف كل ده مع بعض. الموقع كمان مناسب لكل اللي بيعرض كتب الكترونية، سواء على كيندل او على اي موقع تاني من بيع الكتب الالكترونية. وفي مواقع احنا كنا شارحينها عندنا على القناة او على الموقع اشتغل دوت اونلاين، هتلاقوا شروحات للمواقع اللي انت تقدر تسجل عليها وتبتدي تبيع الكتب الإلكترونية. تقدر تشتغل على البلاتفورم بتاعت النهاردة من اي مكان، انت سواء في البيت او في الشارع او في الكافيه او في اي حتة تقدر تعمل فلوس. الموضوع سهل، مفهوش اي حاجة صعبة، محتاج تركيز، مش محتاج ان انت تكون بتتكلم انجليش كويس، محتاج ان انت بس تبقى فاهم بتعمل ايه والخطوات ايه. واحنا هنشوف الخطوات مع بعض سوا، وهنعرف ازاي نعمل كتاب من لا شيء ونبتدي نبيعه كمان ونسوقه على امازون كيندل او على اي منصة من المنصات. مش كده وبس، وكمان هنعرف ازاي نقدر نبيع الكتب دي، او نصمم الكتب للناس اللي عندها محتوى وعايزة تعمل منه كتاب عشان تبتدي تبيعه او تنشره في اي دار نشر. كل ده هنشوفه سوا في الفيديو ده، عايزكم تركزوا. واي حد مهتم بالكتب الالكترونية يكمل معانا الفيديو، اللي مش مهتم ياريت ما يضيعش وقته ويقفل الفيديو حالا. الموقع بتاعنا بتاع النهاردة اسمه ديزاينر، ده بيقدر يعمل لك كل اللي احنا قلنا عليه، وهنشوف سوا كل اللي هو بيعمله دلوقتي خطوة بخطوة. طبعا انا هسيب لكم اللينك اسفل الفيديو في الرابط عشان تقدروا تحصلوا على حقوق الملكية والخصم بتاع ال1000 دولار هدايا اللي انا قلت لكم عليه في اول فيديو. وطبعا هنشوف الهدايا هي عبارة عن ايه بعد ما نشوف الشرح بتاع البرنامج او البلاتفورم اللي احنا دلوقتي هنخش نتفرج عليها. هو دلوقتي هنا بيقولك ان انت تقدر تعمل كتاب الكتروني اي بوكس او ريبورتس في دقيقتين من غير ما تكتب ولا كلمة، او ان انت يكون عندك اي حاجة تكنيكال سكيلز. ما يكونش ضروري يكون عندك تكنيكال سكيلز، يعني مهارات في التصاميم او في انشاء الكتب الالكترونية. هنا بيقولك ان انت بتقدر تعمل كتاب في دقايق، بيديك 100 كتاب جاهزين تقدر تعدل فيهم، بيديك 720 جوجل خط تقدر تستخدمهم، unlimited copyright free للصور، بيديك حقوق الملكية في استخدام الصور اللي هو بيحطها لك، بتقدر تعمل أكبر عدد unlimited e-books، بتقدر تعمل تستخدم الكوميرشال لايسنس عشان تبيع الكتب دي لأي حد. هنا هو بيقولك السعر بتاع الاشتراك مدى الحياة، بيقولك 27 دولار، هو اساسا الطبيعي ان هو 324 دولار، هم عاملين خصم لفترة محدودة، وانا حبيت اقول لكم. وبديك هنا جارانتي ان في خلال 30 يوم لو انت مش عاجبك الموضوع ممكن ترجع الادوية بتاعتك وتاخد فلوسك تاني، مفيش اي مشاكل. الموضوع سهل بسيط جدا لكل الناس، كل الناس اللي عندها اهتمامات تشتغل على الانترنت في خلال وقت قصير وتعمل فلوس، لان طبعا الناس قاعدة كلها في حظر، محدش بيخرج، ففي ناس كتير بتتجه ان هي تقرا كتب الكترونية في الايام دي.
ودي يعني الوقت بتاعها بصراحة ان انت ممكن تعمل فلوس كتير من الموضوع، وانا جربته في خلال الشهرين اللي فاتوا مربح. بتقدر تعمل حوالي 500 $600 في الشهر مينيمم وانت قاعد مركز في الكتب الإلكترونية بكل سهولة وكل يسر. نكمل هنا، هو بيقولك هنا واحد رايتنج ذا كونتنت، اتنين اعمل ديزاين، بتحط المحتوى، اتنين تاخد التصميم. وهو بيوفر لك طبعا وقت كتير ان انت تبتدي تسوق للكتاب بتاعك، بيوفر لك فلوس هتقدر تتعلم يعني 300 لـ1000 دولار عشان تاخد كورس تبتدي تصمم كتب إلكترونية. لو عايز تشتري تصاميم جاهزة أقل حاجة 500 دولار. وفي ناس كتير قابلتها مشاكل كتير وهي شغالة في المجال ده وفاهمة اللي احنا بنتكلم فيه. لما هيشوفوا ازاي هو الموضوع سهل هيندموا على الوقت اللي ضيعوه في الأيام اللي فاتت عشان يتعلموا تصاميم الكتب ازاي. هنا بتقدر تعمل امبورت للكتاب بكذا طريقة، سواء هو وورد او بتحط لينك صفحة، تقدر تحط لينك صفحة على الانترنت وهو يعمل امبورت للداتا بتاعتها ويعمل لك الكتاب في 5 دقايق. تقدر تعمل كتاب من A to Z تكريته، تقدر تسحب من على الفيسبوك اي داتا تعمل بيها كتاب، كذا طريقة تخليك ان انت تحصل على الكتاب بالمنظر ده. وبتختار التمبليت اللي انت عايزه. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نقدر نستخدم البلاتفورم دي. بعد ما بنشترك، الاشتراك بتاعها بيبقى تاني، اللي هيشترك هيخش هنا على الزرار ده، هيضغط عليه هيدخله على الدفع حوالي 27 دولار، يعني حوالي 425 جنيه مصري. تعالوا نشوف الموضوع ده من جوه عامل ازاي، وهل هو صعب او سهل. تعالوا نشوف سوا ازاي هنعمل كتاب من لينك بس بتاع انترنت. دي اللوحة او الكنترول بانل او البلاتفورم اللي احنا بنسجل عليه، بيفتح لنا الادوية بتاعتنا، بنخش نعمل كرييت وان ناو، ونجيب من على اي موقع احنا عايزين نعمله، يعني اي موضوع احنا عايزين نعمله كتاب، بنجيب اللينك بتاعه زي كوبي بيست، ناخد اللينك كوبي ونرجع نحط اللينك هنا ونعمل نيكست. بيدخلنا هنا على التصاميم او السمات اللي احنا نقدر نختار منها. هنا زي ما انتم شايفين شكل العنوان عامل ازاي، صورة الخلفية، الاسم بتاع الكتاب هيبقى ظاهر فين، بنختار اي واحد احنا عايزينه ونسمي الكتاب بالاسم اللي احنا عايزينه ونعمل كرييت. هيدخلنا على الخطوة اللي بعد كده، هو دلوقتي بيعمل لودنج للصفحة عشان يسحب منها الداتا اللي كانت موجودة. هنا العنوان 10 خطوات ان انت تبدأ موقع بزنسك اونلاين. كل ده طبعا لو انتوا شايفين في اعلان على اليمين، وفي هنا لينكات السوشيال ميديا، وفي في الفوتر البيانات بتاعت الناس صحاب الموقع، وفي اللوجوهات بتاعت السوشيال ميديا للناس اللي عايزه تشير. كل ده اوتوماتيك، هو ما بيبقاش موجود في الكتاب بتاعنا اللي احنا انشأناه في دقيقة. دلوقتي زي ما انتوا شايفين العرض بتاع الكتاب مش حاجة وحشة، ده عرض بشكل جميل، شال كل اللينكات اللي احنا قلنا عليها، العنوان حطه بالفونت عريض، منسق الكتابة، كل ده في دقيقة واحدة هو جهزه. احنا عايزين نغير مثلا السيم بتاع الهيدر بتاع العناوين، الالوان، كل ده بنقدر نعدله بكل سهولة. زي ما انتم شايفين بنختار التصميم اللي احنا عايزينه، في طبعا حوالي 720 تصميم، يعني انت عندك كل الامكانيات متوفرة ان انت تنشئ كتاب بكل سهولة. هنا هنلاقي مثلا التكست اللي مكتوب في العنوان بلون مش واضح، ممكن نقف عليه ونضغط كليك يفتح لنا القائمة بتاعت التعديل كده بتاعت العنوان. ننزل مثلا نعمل سيلكت على العنوان ونيجي نغير الستايل بتاع الخط
اللون، نعدل اي حاجة زي ما انتم شايفين كده بكل سهولة زي ما احنا بنتفرج. كل ده سهل جدا، مش محتاج ان انت تبقى خبرة في التصاميم. انت بتعدل العنوان، بتختار اللون بتاع الخلفية، بتختار اللون بتاع العنوان، بتنسق اي حاجة انت عايزها في الكتاب بتاعك، حتى لو كان الكفر عايز تغير له صورة، بتضغط على الصورة بيفتح لك الباك جراوند، بتيجي عايز تعملها لون ممكن تعملها لون، عايز تختار صورة من عندك من على الكمبيوتر ممكن تعمل ابلود، او تختار من المكتبة اللي هو موفرها لك، بتخش تعمل سيرش على اي صورة انت عايزها ليها علاقة بالتصميم بالكتاب بتاعك، وتختار هنا الصورة اللي انت عايزها تبقى في خلفية الكتاب. في ثواني بتبقى موجودة عندك الخلفية زي ما انت اخترتها. طب الفونت بتاع الاسم او بتاع العنوان ده عايز يتعدل، بتختاره تقف عليه وتيجي تختار ستايل واللون، تقدر تعدله عشان يبقى متناسق مع اللون اللي موجود جوه الكتاب عشان يبقى كله ماشي. عايز تغير الفونت، دي 733 خط مناسبين لجوجل عشان تظهر في السيرش، بتقدر تنسق العنوان بتاع الكتاب او اسم الكتاب، بتقدر تعدل الاسم بتاع الكاتب، تكتب اسمك مكانه او انت بتعمل لحد تاني بتحط اسمه. طبعا كل ده انت بتقدر تعمله وتغير اللون بتاعه عشان يظهر بشكل افضل. بتقدر تعدل اي حاجة في الكتاب زي ما انت عايز، بتنسق اللي انت عايزه، والكتاب زي ما انت شايفين نازل بالصور بتاعته بالكتابة اللي كانت موجودة في اللينك بكل سهولة جدا، بدون اي خبرة في التصاميم، بدون اي سابقة اعمال. لو عايز نمسح مثلا حاجة زي دي كده مش ملهاش لازمة، نمسحها عادي بكل سهولة. عايزين نحط ارتكل جديد، ونخش نجيب اللينك بتاع الارتكل الجديد او الموضوع الجديد اللي عايزين نزوده على الكتاب، وناخد اللينك كوبي ونيجي هنا على نيو ارتكل، نتك عليها بيفتح لنا نيو ارتكل، نعمل بيست لللينك اللي احنا اخترناه، وهو بيعمل امبورتنج نيو ارتكل، يعني بيجيب الموضوع الجديد اللي انت اخترته في ثواني زي ما انتوا شايفين، ضاف الموضوع الجديد، لا وكمان ضاف كل التعديلات اللي احنا عملناها اوتوماتيك على الموضوع الجديد. طبعا زي ما انتوا شايفين موضوع سهل جدا، مناسب كل الناس، مش محتاج اي خبرة، سعره قليل جدا بالنسبة لان انت تبتدي شغل او تبتدي مشروع ب420 جنيه او 450 جنيه مصري او 27 دولار. ده مش حاجة يعني كبيرة او مكلفة، تقدر تعمل كول تو اكشن زي ما انتوا شايفين في اخر الكتاب لو انت عايز تربط الكتاب او العميل بتاعك اللي اشترى بالموقع بتاعك، بتحط له اللينك يضغط عليه عن طريق الكتاب يدخله على الموقع بتاعك. لو انت بتسوق لحد او انت بتعمل كتاب لحد بيقدر يشوفه، بيقدر يحط اللينكات بتاعته، كل حاجة بتقدر تعملها. وكمان تقدر تسوق الخدمة دي على فايفر او خمسات او على اي موقع من مواقع الفري لانس. هو دلوقتي بيورينا قال لنا بابلشنج، احنا شفنا عملنا معاينة، دلوقتي هو بيعمل لنا جنريت عشان يطلع الكتاب. خطوات بسيطة عملناها سوا كلها في ثواني، مكملناش دقايق. ظهر لنا الكتاب بالشكل لك، ازاي تقدر توفر ال1000 دولار، طبعا عن طريق ان انت هتبيع بدل ما كنت هتشتري التصاميم. لو دخلنا هنا مثلا على فايفر وقلنا اي بوك فورماتنج عشان نشوف الناس اللي هي بتبيع الخدمة اللي احنا هنقدمها، ونشوف الناس شغالة ازاي وفي مبيعات ولا لأ. زي ما انتم شايفين في اكتر من 1000 بيعة او ريفيو، في 235، في ناس هنا بايعة كتير، في ناس بتصمم زي نفس الموضوع اللي احنا بنتعلمه النهاردة، هم برضو بيبيعوا ب60 وب5 دولار وب15 وحاجات
هنشوف هما بيبيعوا ايه بالارقام دي برضو. لو اخترنا كده حد عشوائي ودخلنا هنا هنشوف هو بيبيع ايه. زي ما انتم شايفين I will do Kindle e-book formatting. هو بيعمل التصميم بتاع الاي بوك زي ما انتم شايفين، ده تصميم هو بيعمله $16. ممكن ننزل تحت عشان نقارن ما بين الباكيجات بتاعته كلها مع بعض. بيبيع 130 صفحة ب$35، وبيبيع 100 صفحة ب$25، وال40 صفحة ب$15. يعني انت لو اشتريت البرنامج ده ب26 او 27 أو 27 دولار وابتديت تبيع انت للناس دي ب$10، يعني هتجمع تمن اللي انت دفعته في اوردر او اوردرين، هتقدر تجيب الكوست اللي انت حطيته. الموضوع مش مكلف، وهنا في ناس بايعين ارقام كتير عاملين فلوس كتير. بيبيع ب$5، نجيب الباكيجات بتاعته هنا. بيقول لك 100 كلمة، 200 كلمة، 300 كلمة، ب$5، ب$15، ب$25. انت طبعا بتقدر تجيب المنافسين وتبتدي بسعر قليل، يعني ممكن توفر عدد كلمات اكتر بسعر $5، وتقدر تعمل الخدمة للناس كلها وتبيع للناس اللي هم بيدوروا على التصاميم بتاعت الكندل او الكتب الالكترونية. هنا برضو بايع 191 مرة، عنده الباكيجات برضو 50، 100، 150 صفحة ب$5، ب$15، ب$25. هو نفس اللي احنا بنقدمه، فورماتنج هيدر وفوتر بيج نمبرنج، يعني بتحط ارقام للصفحة، برينت ريدي، بي دي اف، كلها حاجات انت بتعملها في حوالي 3 دقايق. بتقدر ان انت تنشئ للراجل ده الكتاب بتاعك، وتقدر لو عايز تسلمه اسرع. طبعا كل الاوبشن دي انت بتقدر تتحكم فيها وتحط الجيج بتاعتك، والجيج مجرد ان انت حطيتها ولا بتاكل ولا بتشرب، ولو جالك اوردر انت جاهز ان انت تنفذه بكل سهولة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من الشرح بتاع النهاردة، ونيجي نكمل الهدايا بتاعتنا اللي احنا هنحصل عليها لما نشترك في البلاد فورم دي. اول حاجة هو بيقولك بيديك فري كوميرشال لايسنس. اول ما تشتري من اللينك اللي انا هسيبه لكم اسفل الفيديو، بتاخد الصلاحية ان انت تعمل تبيع او ان انت تعمل لناس تانية كتب. تاني حاجة بيديك كتاب فري ماركتينج بوك، ان انت تقدر تسوق المحتوى بتاعك او تسوق الكتب اللي انت هتقدر تعملها ازاي في امريكا او في الدول اللي انت هتبتدي تتارجت فيها العملاء بتوعك. تالت حاجة بيديك كتاب بيتكلم عن ازاي تحول الجروب بتاعك او البيج بتاعتك اللي انت انشأتها للتسويق، زي سوق ناس داخلة طالعة بتخش تشتري، زي كوتشنج تريننج بيعلمك ازاي تشتغل على الفيس وتوصل للناس بتوعك بكل سهولة. وهو عنده هنا تقدر تتفرج عليها على البلاتفورم، ان انت تصمم زيها كتب او الخطوات، او لو عايز تعدل حاجة، كل ده مشروح عشان تقدر تستخدمه بكل سهولة. هنا بيقولك هتحصل على ايه، هتحصل على 24 ساعة سبورت، هتحصل ان انت تقدر تعمل الكتب من اللينكات زي ما احنا قلنا، من الوورد، من الفيسبوك، من اي مكان احنا شفناه مع بعض في الشرح. عندك 720 جوجل فونت، عندك السيمز اللي جاهزة اللي بتقدر تعدل فيها، الكوميرشال لايسنس، ودي اللي هتخليك تعمل فلوس. كل ده موجود معانا. بيقولك اللايف تايم، مدى الحياة، اكسس على الموقع، بيديك البونص ببلاش. مجرد ان انت ما بتتك هنا بيدخلك على الصفحة بتاعت البيمنت، بتقدر تدفع زي ما انت عايز، سواء بالبيبال تقدر تدفع بالبيبال او بالكريدت كارد. واتمنى اشوفكم على خير في الفيديو القادم. وما تنسوش الموضوع مش كبير ومش محتاج خبرة، وياريت نبتدي نغير من حياتنا. وزي ما انتوا عارفين السلوجن بتاع القناة بتاعتنا
صعوبتها في سهولتها. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.